أنا تعلمت من غادة إنه الحياة حلوة وإنه الواحد دائماً بالإرادة وبالتصميم وبالعزيمة وقبل كل إشي بالإيمان برب العالمين بقدر يتخطى كل الصعاب. يعني أنا لما غادة عرفت إنها أصيبت في المرض يعني كانت صاعقة وكانت الدنيا كورونا والبلد مسكرة، وغادة دائماً إنسان إيجابي ومبسوطة وهيك، فخفت إنه هاي الصفات رح تبطل موجودة، بس بالعكس صارت الحمد لله رب العالمين، صارت دائماً مبتسمة ودائماً بوزيتيف، دائماً مآمنة إنه هي رح تكون أقوى ورح تتغلب على هذا المرض. فهي بالنسبة إلي سيدة عظيمة استثنائية، علمتني إنه الحياة حلوة بكل ألوانها وبكل أشكالها. فأنا إن شاء الله يا رب هيك بتمنى لها دائماً تكون بصحة وبسلامة، وفخورة إنها بنت عمي وبحبها كتير كتير.